أنا اسمي خالد، عمري 12 سنوات. كانت أمي أبوي ميت، وأمي تركتنا وتجوزت. نحن أربع أخوات كنا عايشين عند النانا، والنانا صار عمره كبير. بعد يومين ثلاثة ماتت، ونحن صرنا ننام بالعربي بالشوارع. أما أجوا عالم، أجوا جماعة حطونا هون بالعجزي، وصلنا نربى هون. لما كنا ننام بالشارع كنا نروح في واحد المطعم نروح لعنده، هيك يعطينا رغيف خبز، يعطينا شغلات، او نروح احنا ننام راضا نبيع، او نروح هيك اولادين حلال يعطونا مصاري نروح نشتري هيك، او احنا نروح نطلب من العالم مصاري حتى ناكل، ونضل جوعانين طول الوقت وما معنا شي ناكل. نروح على المطاعم نقول لهم اعطينا رغيف خبز، بيعطينا ونتقسم على ثلاثتنا. بالنسبة لخالد وأخواته وللأطفال جميعا، يعني نحن هون في الدار عم نقدم لهم الرعاية كاملة إن شاء الله. أول شيء عم نأمن لهم يعني السكن، هو أهم شيء الأمان. في عنا نحن هون مشرفة في الدار، من المقيمات في الدار عم تدير بال عليهم، عم تهتم فيهم، في غذائهم، في لبسهم، في نظافتهم، في كل شيء. بالإضافة أنه كمان نحن هلا في مشروع تدريس عم يدرسوا الأطفال. بالنسبة لقرايبينه فما حدا لا سأل عنه، ولا أمه ولا حدا من قرايبينه، ولا حدا تدخل فيهم أبدا. يعني ما حدا بيحاول أنه يسأل عن الأطفال أو يهتم فيهم أبدا. علاقة خالد بإخواته، هو الكبير فيهم، عم بيحاول انه مثلا هو يحتويهم، يدير باله عليهم، انه هو صار رب الاسره تبعهم. يعني هو المسؤول عن اخواته، هو بحس في المسؤوليه من صغره. يعني هون بنهار بروح على الحديقه، او بروح بطرف العاصي بلعب مع هذول اخواتي، بلعب معهم بالملعب. امي لو بعرفهم، امي انا بروح باخذ اخواتي بروح لعندها. انا بدبر حالي كيف ما كان، بس اخواتي صغار ما بيقدروا يدبروا حالهم. يعني سمح الله صار وما صار، مثلا اجي قذيفه انا فيني اهرب بروح وين ما بدي بروح، بس اخواتي صغار ما فينا يرقدوا، ما فينا شيء، صغار ساتر ما بيفهموا شيء. نتمنى هيك يهدى الحرب وترجع الامور مثل ما هي، وترجع لنا امي مزبوط وين احنا عم نتربى، بس ايشو ما اقوس من امي. ونتمنى هيك نتعلم، ولا اني دبروا لنا انسي مشان تدرسنا وتعلمنا، وهيك ان شاء الله نطلع اساتذه في المستقبل.